خلاص دخلنا 1 جانوري. هابي نيو يير يا ما، كل سنه كل سنه وانت بخير. هابي نيو يير لش، كيف انت؟ هابي نيو يير، اتصلت لي تشوفك لك وقت يترفع حقك ولا ما؟ باقي على القطار دقيقتين ويمشي. انا حاليا في نيو هيفن ورايح على نيويورك جراند سنتر. مره ممكن اجرب السكيت بورد وانقلب. ما لحقت القطار اصلا عادي. قاعد اتعلم على سكيت بورد العادي، ان شاء الله اني اتعلم بسرعه وما انقلب. مره صعب. اصعب شيء صراحه انه ادف وارجع ثاني مره، فهمتوا؟ في البوست بورد كنت بس اطلع وخلاص على نفس وقفتي. هذا الشيء لازم تدف، شايفين؟ تدف وترجع، تدف وترجع، فماني قادر اتوازن وانا فوق صراحه. مره فله مره. معلم معلم، استنى شويه بس، كمان دقيقتين وحاكلها قلبه. يلا لنيويورك. Listen all you New Yorkers. وبس والله في نيويورك ود زحمة أكثر شيء، لأنه كثير ناس جايين عشان النيو يير. أنتوا عارفين اللي في تايم سكوير هذا مرة مشهور، كثير ناس يجي من ولايات ثانية ومناطق ثانية عشان يحضروا هذا الزحمة، حيكون بشكل غير طبيعي. رغم اني انا كنت هنا كل سنة تقريبا كان فيها نيو يير، بس ما اروح تايم سكوير لانه زحمة ويكون برد، فصعب انك تقعد 3-4 ساعات برا. احنا في جراند سنتر مرة مشهورة، لأنه في أفلام كثيرة مرة صورت هنا، في دوريات في كل ركن، مرة مليان هنا دوريات، لأنه هذه منطقة مرة مشهورة ويخاف من يصير أي شيء، فهمتوا؟ لأنها مدخل ترينات وتقدر تجي من أي ولاية ثانية. قفلين شارع نهائيا، هاي تايم سكوير اصلا. شارون،
مقفلين ودوريات في كل مكان يا واد، في كل حتة في دورية. خلاص كل مرة بياخذوا لهم دقة في الأشياء في الاحتفالات الكبيرة، دحين مرة في كل مكان يا راجل في 5-6 دوريات غير الأشخاص اللي قاعدين يمشي في القطارات. عموما أنا حاليا قاعد أدور على الشباب ويدي مرة بردان ومرة مرة 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 برد. السلام عليكم. كم كم يلا give me a can you imagine seeing a Saudi carrying this around Times Square right now? I tell you that story right now. I was in the train. I was in the train and this guy, I was asking him, like, is this going to Times Square? Oh, God. And he's wearing a hoodie and a hat and sunglasses and a big book bag. And it's like, and it's very funny. And recording thing for the mom. It's like, الحمد لله خير. It's too toxic here. We don't even do cuts. If you can't, if you're Yemeni, you do the duqat, you know you're gonna stay away from me. We don't even duqat. No, it's for Shaham. No, if he comes to New York, I'll give him a ticket. She paid $1. You pay me $1, I give she it to you. She actually gave me $5. No, but she's gonna use $1. Show me your haircut. شربة في قلبك، خليك مصوت الأطفال اللي هناك بس. رب الشربة هذه المرقة دي يمين بالله أكثر من خرافية، ما نعرف قديش أصدقها. هلا والله شباب، احنا ما قدرنا نروح التايم سكوير صراحة للأسف الشديد، لأنه مرة مقفل مرة زحمة، فاحنا في السيارة وباقي دقيقة على ال هابي نيو يير. هابي نيو يير يا ما، كل سنة وانت بخير. هابي نيو يير لش كيف انت؟ هابي نيو يير، اتصلت لي 12 o'clock وقت يترفع حقش ولا ما؟